السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الداينامو في برنامج الريفت. برنامج الداينامو هو برنامج مدمج جوه الريفت، هو نوع من أنواع البرمجة بس فيجوال بروجرامينج، فالبرمجة فيه بتكون أسهل. فخليني أقول له مثلا نيو، أنا هبدأ ملف فاضي خالص. طيب عايز أبدأ مثلا أديله نقطة، فأقول له أنا عايز أرسم بوينت في اكتر من حاجه، فانا هقول له بوينت باي كوردينيتس، او ممكن اجي هنا في السيرش هنا واكتب له كلمه بوينت، او بتبدا انت بقى تشوف الحاجات هنا، تشوف انا مثلا عايز الحاجه دي تبع مثلا الريفت تبع الاناليسيس، وتختار الحاجه اللي انت عايزها من هنا. طيب البوينت هو افترض ان القيم كلها الاكس والواي والزد بزيرو، تمام. طيب انا عايز قيم غير كده؟ لا، انا عايز ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز اكتب انا رقم نمبر مثلا، وتكتب الرقم اللي انت عايزه مثلا 3، وممكن الثلاثة دي توصلها بالاكس فتلاقي النقطة هنا اتحركت، وممكن توصلها بالواي فتلاقي برضو النقطة اتحركت، ممكن توصلها بالزي ويبدأ برضو نقطة تتحرك، أو تقدر تعمل نمبر تاني ويبقى عندك اتنين نمبر بحيث القيم مختلفة، أو نمبر سلايد بالشكل دوت. تقدر تدوس على السهم ده المينيمم وده الماكسيمم، يعني ممكن تخلي الماكسيمم مثلا 10. الستيب ممكن تخليها 0.1 فتتحرك بالشكل ده، أو لو أنت مش عايز كسور هتخليها 1 فينقل على طول بواحد 2 3 4 وهكذا. فليك ان انت تستخدم ده او ليك ان انت تستخدم دوت. طيب لو انا عايز اكتر من نقطة، ممكن تعمل سيلكت كده وتقول له كوبي بيست، وتروح مغير النقطة دي مثلا تخليها 2 مثلا، فيبقى عندك نقطتين. طب كل نقطة تعمل كده تاخد منك وقت؟ طب انا ممكن اعمل حاجة اسرع، ممكن نعمل حاجة اسرع. خليني اجي هنا مثلا واقول له ان انا عايز اعمل سيكونس، بالشكل دوت السيكونس، هبدا بنقطه وموينج وبعد كده ستيب. يعني مثلا هقول له خلينا ناخد النمبر هنا كوبي، البدايه بتاعت مثلا بواحد، تمام اهي. الاموينج بتاعي كام خطوه؟ مثلا 10 خطوات او 10 مرات 10. الستيب خليها دلوقتي 1، بمعنى ايه؟ خلينا اوصل هنا، هبان اول ما نبدا نوصل ونقول له هنا ده الحاجه اللي هتخرج لنا الليست دي، هتلاقيه من 0 ل 9. ليه؟ لان هو بيعد اول حاجه بيبدا بالصفر وهكذا، فنلاقي عملناه من 1 ل 10. طيب لو انا قلت له خليهم خطوتين، هتلاقيه بقى بدا يعد ايه، 1 3 7 9 وهكذا 10 مرات 10 مرات. طيب ده السيكونس، ماشي. طيب ممكن السيكونس ده بقى ناخده ونقول له ايه، خلي ده الاكس، بص كرر الارقام ازاي، وخلينا نلغي ديت. عمل ايه؟ الاكس اول مره بياخدها من هنا، وتاني مرة ياخدها من هنا، وتالت مرة ياخدها من هنا، وهكذا. فأول قيمة هتبقى بواحد، تاني قيمة بتلاتة، خمسة، سبعة، تسعة، تمام. ده الإكس، والواي هياخد هي إيه، النمبر ثابتة. طيب ممكن بقى بدل السيكونس في أسلوب آخر، ألا هو الرينج. الرينج عبارة عن إيه؟ اختلاف بسيط عن السيكونس. هنا عبارة عن البداية والنهاية، يعني البداية بتحتب 1 والنهاية بتحتب 10. الخطوات هو بيفترض انها بواحد، لو انت مديتوش قيمة انا هديله قيمة،
يبقى الليسته بتاعتي يبقى فيها كام رقم؟ 5 بس. ليه؟ لان هو البدايه بتاعتي بواحد والنهايه بتاعتي ما زادتش عن 10. فخلينا نعمل زوم كده بالشكل ده. ده الرينج، يعني لو انا خدت الرينج ده وقلت له هنا هيبقوا كام نقطة؟ 5 نقط بس. ده الفرق بين السيكونس وبين الرينج.